مساء الخير وتحياتنا لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل، تحيات فريق عمل الرياضة بتلفزيون المستقبل ومصورين التلفزيون أيضا تقنية وكل الشباب، المخرج إبراهيم مكداش وأنا صبحي إبلاوي اليوم للتعليق على هالنهار من بطولة حسام الدين الحريري، وإلى جانب اليوم الكوتش عامر شقير المدرب بأكاديمية النادي الرياضي أيضا ليكون بالإحصاءات وكل شيء تكنيك عم يصير على أرض الملعب. اليوم مباراة رح تجمع ما بين آيك بترولينا لارنكا ومجمع البترولي الجزائري، وصيف بطل قبرص وبطل الجزائر مع بعضهم بهالنهار. اليوم نحن دائما عم نذكر انه عم نقول آيك بترولينا لارنكا لانه في آيك أثن باليونان، الواحد من اقوى الفرق اليونانيه. بالوقت اللي عم نشوف في تشكيله الفريق الجزائري، ياسين مصطفي، حمزه كشكاش، عبد الله حامديني، منير بن زقالة، عبد السلام دقيش، محمد طواري، ومحمد حارث، وفيصل بالخوجة، وحسين غانم، وتهامي غزول، ومحمد زروالي، نيكولاس وستلمن المدرب الفرنساوي، نيكولا بالفرنساوي. وبالوقت اللي عم نشوف فيه تشكيلة الفريق الأبروسي، دافن سارسي، ديرون تايريك، وبيكس تايرل، وبالالاس جورج، وأنس أو أندرياس سيبولوس، وبتروفيتش توموسلاف، وكيموس ميخاليس، ودانييلو تاسيتش، وأيضا بايانوتس صاحب الخبرة الكتير كبيرة، وجيبسون تشين، و يوهانس بالاتشي، ويابوفيتش اللاعب رقم 44، وايضا اللاعب ديمتروس يلي موجودين على ارض الملعب بهالوقت. الحكام من تونس بلخام حمزة، والحكام بانتظار إشارة السعيد عبو وأيمن نعماني وأحمد الحريري وعلاء الطويل حكام الطاولة. انطلاق المباراة بعد لحظات. الفريق الجزائري باللباس الأصفر فوسفوريك، هيدا الرقم اللون، يعني أكثر من هيك لون فائع ما في بعد بالوقت يلي عم بلش فيه الكوتش الأبرسي. بالمناسبة الكوتش هو كان أسيستنت كوتش لثلاث سنين قبل ما يستلم دفة الفريق الأبرسي. الفريق الجزائري اللي خسر بأول مباراة له من هومنتمن اللبناني، والفريق الأبرسي يلي تفاجأ بنادي بيروت اللبناني وخسر من نادي بيروت، وبالتالي الفريقين عندهم خسارة بخسارة. المجموعة الثانية يلي بتضم النادي الجزائري، نادي المجمع البترولي الجزائري، بالوقت اللي طفت الكهرباء بملعب النادي الرياضي. يعني قد الساعة ما مفروض شغالين على المولد، نحن مش شغالين على كهرباء الدولة. هلا اللي عم يحضرونا خارج لبنان خاصة، بعرف كثير في جمهور للباسكت اللبناني عبر شاشة المستقبل، وخاصة للبطولات مثل دورة حسام الدين الحريري والبطولات العربية وغيرها، ما رح يعرفوا شو اللي عم نحكيه. هلا هيدا بصير عادة بكثير ملاعب بأوروبا بتلعب الكهرباء، شفناها بكذا ملعب عالمي، بس نحن بلبنان معودين تلعب كل دقيقة، وليك إذا بتلعب تنزل جرايد وبتنضش فيها الدنيا، نحن عادي، إذا ما لعبت بتنزل بالجرايد. إذا الكهرباء ما طفت بيستغربوا. اوت اوف باوند طابي لمصلحة الفريق الأبرسي بالوقت للفريق الجزائري. نيكولا المدرب الفرنساوي مبلش بدفاع المان تو مان. جيبسون نقطتين ما بيسجل منهم. دافن سارسي بيتعرض للبلوك شوت من تهامي غزول، مترين وعشرة تهامي غزول، لاعب اثلاتيك كثير، اللاعب رقم 14 الجزائري، لاعب منتخب الجزائر. بالمناسبة الجزائر ما تأهلت لنهائيات أمم أفريقيا، والمنتخب الجزائري لهيك الفريق الجزائري بكامل نجومه موجود بلبنان، والفريق الجزائري للمناسبة ما بيعتمد ولا على أي لاعب أجنبي، اللاعب الأجنبي مش موجود بالدوري الجزائري.
الشعيري. شفناه بأول مباراة قديش كان لاعب هادي ولاعب رايق كتير طايريك، بالوقت يلي منير بن زقالة بوينت جارد الفريق الجزائري عم يتعرض للبرشر من طايريك. بعدهم دفاع المان تو مان الفريق الجزائري. حسين بده يجرب يسدد نقطتين ما بيسجل. الريباوند لبابوفيتش اللاعب او بيتروفيتش اللاعب رقم 10 جيبسون. كنا شفناه اللاعب رقم 12 دانييلو بلش بطريقه ممتازه باول مباراه لفريقه ضد بيروت، من بعدها كوتش باتريك سابا عرف كثير منيح كيف يسيطر على الفريق القبرصي. دانييلو ما بينجح انه يسجل. الريباوند جزائري، الريباوند لمصلحه اللاعب رقم 7 عبد الله حمديني. عبد الله حمديني واللي بيسجل هو اللاعب عبد السلام دقيش نجم المنتخب الجزائري. عبد السلام دقيش تايريك عن ارك لثري بوينتس ما بيسجل. فاست بريك مع تايريك، تايريك بيسجل. كان عم يجرب يحصل على الخطا تايريك. طابة لمصلحة الفريق الجزائري على السات اوفنس. عم يجرب كان انه يسجل اللاعب عبد الله حمديني ولكن تورن اوفر على الفريق الجزائري. طابة بتنتقل لمصلحة النادي ايك بترولينا لارنكا. ما فينا نقول ايك لحال، انه في ايك اثن بقوة من اهم الفرق الاوروبية. جيبسون دانييلو دافن سارسي تحت الباسكت، دافن سارسي لازم يشوط بيتروفيتش. اوه مع الباك بورد بيتروفيتش بيسجل مع الباك بورد بطريقه ذكيه بيتروفيتش وعلى البازر، ومبلش المباراه بطريقه ممتازه. ايك 7-2 عم يتقدموا لهلا. دقيش في ووكينج على دقيش، تورن اوفر، خطا المشي بالكره لدقيش. عم نشوف الاعاده هون، ووكينج صحيحه، ووكينج صحيحه، والطابه رح تنتقل لمصلحه الفريق الأبروسي. مان تو مان ديفنس كمان من الفريق الجزائري. دافن سارسي لجيبسون، اوه بيهرب من الديفنس بطريقه كثير ذكيه جيبسون، وخطا على عبد السلام دقيش. ما بعرف يعني نيكولا الكوتش الفرنساوي ما عم يعتمد كثير على محمد حارث لاعب رقم 11 بصفوف الفريق الجزائري. المباراة الأولى شفناه استعمله أوف ذا بنش، يعني دخل كلاعب بديل، ولكن بالوقت يلي كنا نعرفه دائما إنه هو من أفضل اللاعبين الجزائريين، وأساسا بالمباراة الماضية كان أفضل سكورر. أن سبورتسمان لايك فاول، خطأ متعمد من قبل اللاعب رقم 15. نشوف اللاعب رقم 25 مش 15 جيبسون. جيبسون بيرتكب خطا راح يستوجب تسديدتين على الفري ثرو لاين، ومن بعدها بوسيشن من وسط الملعب. بيسجل عبد السلام دقيش النقطه الثالثه لإله. النقطة الرابعة عبد السلام دقيش بينزل الفارق لثلاثة 7-4. الكوارتر الأول. منير بن زقالة. خطأ لمصلحة الفريق الجزائري.
يعني اللي عم بنشوفه هون انه الفريق القبرصي عم يلعب بطريقه تاف مثل الفريق الجزائري. اوه حلو كثير هالبنتريشن، حلو كثير. عبد الله حمديني بيقدر انه يسجل، نزل فرق لنقطه 7-6. تايريك البول هاندلر البوينت جارد الامريكي بالوقت يلي دانييلو تاسيتش، دانييلو بوصلها لدافن سارسي، دافن سارسي تحت الباسكت فيد اوي شوت ما بيسجل منها، الريباوند لحامدين، حامدين ووكينج 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 صحيح. الحكم عبد الكريم شكيب البحريني بيعطي كول بيقول فيها انه ووكينج والصافره صحيحه، ووكينج والطابه راح تنتقل لمصلحه الفريق القبرصي اوت اوف باوند مع دخول اللاعب ايضا الرقم 44 صاحب الخبرة القبرصي اللاعب فاناتالي يابوفيتش. بالوقت اللي تسديدة من دانييلو بتتسجل عن ارك الثري بوينت. البيج جايز الاوروبية تقريبا كلهم بشوطوا، يعني حتى الكرواتي مع فريق ايك بترولينا لارنكا كنا شفناه انه قديش عم بيسدد. الأولى بيسلم بيسجل منها عبد السلام دقيش، الثانية أيضا بيسجل منها عبد السلام دقيش، بينزل الفارق لنقطتين 10-8. تايريك سريع كثير، تايريك بوجه في تهامي غزول، تايريك عن الفري ثرو لاين الاول بيسجل منها تايريك. تايريك الثاني بيسجل منها ايضا تايريك. نقطة الرابعة لتايريك. حامديني في براشر على الديفنس، بعدنا عم نلعب دفاع المان تو مان لكن عم يتحركوا كثير على الدفاع، كثير عم يعملوا سويتشنج لاعبين الفريق القبرصي. والتقدم 4 نقاط لايك بترولينا لارنكا. اليوم بالمناسبه كمان بيوصل رئيس ايك بترولينا لارنكا الى لبنان. اوه حلو كثير. وتهامي غزول، تهامي غزول على فكره من اللاعبين يلي كان عندهم كثير عروض ليلعبوا بالعالم العربي، يعني من الكويت ومن قطر وغيرها من البلدان، ولكن هاللاعب بيرفض يظهر من الجزائر. وحتى يعني اجت فتره بالمنتخب الجزائري كان ينعطى له دور اكثر من هلا مع فريقه، وهلا عم نشوف نيكولا الفرنسي عم يجرب يشغل الفريق كله دائما، مش بس اللاعب مثلا تهامي غزول، بيلعبوا كتيم اكثر. بالوقت يلي باول كوارتر لهلا المدرب القبرصي كوكوريس ديمتريس صار مشرك 8 لاعبين بالمباراه. عبد السلام دقيش وصلها لحسين ما بيسجل عن ارك 3 بوينتس. جاك بيهرب من الدفاع الجزائري، طب بتوصل لعند اندرياس وبالوقت يلي اوه تاني بلوك شوت بالكوارتر الاول للاعب تهامي غزول. تاني بلوك شوت لتهامي غزول. عبد السلام دقيش بده يخترق على البق، حلو 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 هالاسيست. الفريقين بهيدي الجيم بهيدي الكوارتر غير ما شفناهم باول مباراه على فكره، يعني الليفل غير، الليفل طلع وهذا شيء طبيعي.
هذا شيء طبيعي جيم على جيم رح نشوف مستوى الفرق واللاعبين عم بيعلى. تسديدة عن ارك 3 بوينتس بتتسجل من اندرياس سيسابولس وبيرجع الفارق لثلاث نقاط 15-12. تورن اوفر اندرياس بيعمل الستيل وباتروفيتش ما بيسجل. باتروفيتش عم يطالب بخطا الفريق الابروسي. توامي غازول اوفنسيف فاول بعتقد اوفنسيف فاول. الحكم اشرف او هشام توفيق قطب بيقول في جاك بده يخترق جاك وتورن اوفر على الفريق الابرسي. دخول اللاعب فيصل بالخوجة الجزائري ودخول اللاعب رقم 11 محمد حارث. محمد حارث اللاعب المعتاد تحت الباسكت كثير اجريسيف هاللاعب كثير اجريسيف هاللاعب وكثير بيحمل تخبيط. يعني هلا كمان لكل اللي عم يسمعونا بالجزائر تخبيط كيف بدنا نفسرها بالعربي الفصحى؟ هذا يساعدنا ابراهيم مقداش عارف مسلماني حدا يترجم لنا اياها. هيدي بدنا نقول لهم تخبيط ضرب ضرب صحيح يتحمل ضرب اللاعب رقم 11. تحياتنا لحسام كنينه كمان الصديق العزيز بتونس اللي عم يتابع هاي المباراة مع أعضاء الفريق الجزائري أيضا. باتروفيتش بالتقط الريباوند وست أوفنس للفريق الأبروسي. آيك بترولينا لارناكا تسيتش جاك عن أرك الثري بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين راح تكون؟ بوساشن لمصلحة آيك بتبقى أوت أوف باوند اوت اوف باوند بالوقت يلي بانايوتس اللاعب رقم 34 او اللاعب رقم 19 عفوا تيريوكوس بانايوتس. بانايوتس بيدخل للملعب. الاسماء اليونانيه يعني اللي بيروح على قبرص بيروح على اليونان كثير هن قراب الا بالاسماء قراب بالاكل قراب بطريقه العيش بحر المتوسط كله بس كثير القبرص واليونان كثير قراب من لبنان بطبيعه الحياه بس السمك هونيك اطيب من هون. السمك هونيك قصه بقبرص خاصه. مان تو مان ديفنس بالالاس بوصلها لاندرياس عن ارك 3 بوينتس ما بيقدر انه يسجل. الريباوند لمصلحه الفريق الجزائري. حسين من نقطتين ما بيسجل. الريباوند لمصلحه مين؟ محمد حارس ما بيسجل ايضا. بالالس بيلتقط الريباوند. دخلنا اخر دقيقتين من الكوارتر الاول. جاك بيسجل على الفاست بريك. جاك بيسجل على الفاست بريك. محمد حارس تورن اوفر على محمد حارس. بانايوتس اوه حلو كثير هالموف من بانايوتس ولكن بانايوتس ما قدر انه يسجل بالوقت يلي محمد حارث كان عم بيسجل. لاعب رقم 11 محمد حارث خمسة ريباوندز لهلا للفريق الجزائري. مجمع البترول الجزائري ثلاثة ريباوندز لايك بترولينا لارناكا. مان تو مان ديفنس جاك بيخترق على الباسكت ما بيقدر انه يسجل. الريباوند لحامديني عبد الله توصل عند حسين غانم. حسين تورن اوفر على حسين. بالالاس بالالاس بيعمل الستيل
ولكن ترانزيشن ديفنس كانت سريعه. اوه حلو كثير لعند باتروفيتش. جود باس. بالالاس. بالالاس النيك نيم بالالا. النقطة الخامسة للاعب رقم 10 باتروفيتش. 19-15 تقدم لمصلحة ايك. 7 ثواني بقي لنهاية الهجمة. تسديدة بعيدة. اوه يلي بيسجل هو فيصل بلخوجة بينزل فرق لنقطة 19-18. بالالا عن ارك ال 3 بوينتس. اوه هيدا الليفل يلي بنعرفه عن دورة حسام الحريري. هيدا الليفل يلي بنعرفه عن دورة حسام الدين الحريري الدولية وبنسختها ال 27 يلي عم تجمع هالمباراة ما بين مجمع البترول الجزائري وايك بترولينا لارناكا. بريك قبل ما نرجع من بعدها لنقزات ابراهيم مكداش والمباراة. عودي نحن وياكم مشاهدي التلفزيون المستقبل. عودي مباشرة لقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة. عودي لمباريات بطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 27 لكرة السلة. مباراة اللي عم تجمع ما بين فريق مجمع البترول الجزائري بطل الجزائر. هالفريق هو بطل الجزائر 17 مرة يلي عم يلعب بمواجهة ايك بترولينا لارناكا وصيف بطل قبرص يلي من سنتين كمان كان حامل لقب بطولة قبرص. بهالوقت بدي اذكر كمان مرة انه الفريق الجزائري عم يلعب من دون ولا اي لاعب اجنبي ابدا وبالتالي عم يلعب باللاعبين المحليين بالوقت اللي طبعا الفرق الاوروبية ما بتحسب حساب للاجانب لانه كل لاعب اوروبي بيلعب كبوزمان بلاير وبالتالي اتس اوبن منا الخبرية محددة. القانون الاوروبيين يعدوا كمواطنين ولكن اليوم يلي فارق معنا بهيدي المباراة مشاهدينا ومحبي الباسكت انه المستوى عالي وانا اللي كنت شرحت كثير باول نهار مش تبرير ولكن السنه رح يكون في صعوبه انه المستوى يعلى عند كل الفرق. يمكن ما شاء الله الفريق الوحيد يلي لهلا جاهز هو الرياضي وكمان هومنتمن وبيروت. الفرق اللبنانيه جاهزين خاصة انه الفريق الرياضي كان عنده لاعبين بالمنتخب بينما هالفرق كلها الفرق القبرصية والاوكران عندهم لاعبين بالمنتخبات الوطنية الاوروبية. فرق الجزائر مثلا هيدي اول مباريات عم يلعبوها بالسيزن كله. هيدا كلها بتفرق. وبعرف هلا كمان كوتش عامر شقير الى جنبي بالاحصاءات وبال التحليل التقني للمساعدة التقنية كمان بيعرف كثير منيح انه الجيم شيب ما بيجي من اول مباراة لهيك اليوم عم نشوف مستوى الفريقين غير. 22-22 بعتقد المباراة اليوم المنتظرة هي ما بين بيروت وهومنتمن. بالالس او بانايوتس ما بيسجل. محمد حارس بالطقطة الريباوند. الريباوند الخامس لمحمد حارس. مستحيل يتركها محمد حارس يعني انه يجرب يتركها محمد حارس للطابة كتير صعبة ما بيتركها غير على الباسكت وراح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين محمد حارس. ثلاث اخطاء على اللاعب رقم 1 دافن سارسي. مشكلة للفريق القبرصي راح تكون فاول ترابل على دافن سارسي. دافن راح يشكل مشكلة راح نشوف كيف راح يجرب يطلع منها الفريق القبرصي. محمد حارس ما عم يسجل. دافن نقطتين اليوم. اول مباراة دافن كان عامل 22 نقطة وبالتالي نيكولا هلا انا بعرف الفرنسوية رايقين بس شو قصته هو هالألم وما علق الا مع زميلنا المصور احمد ترياقي وابراهيم مكداش ما راح يخلص منهم. هلا عدوا لهم كم لقطة ألم رح يعطوكم. 100% هون عم نشوف الفريق القبرصي قديش رايق. جاك لبالالس. بالالس وصلها تحت الباسكت ولكن تورن اوفر. الديفنس الجزائري عم بيلعب بطريقه ممتازه وعمل 5-0 رن بدايه الكوارتر الثاني لهلا وعطى التقدم للجزائر 23-22 على قبرص.
للاعب رقم 9 اللاعب أندرياس. مان تو مان ديفنس ايضا من نادي ايك بترولينا لارناكا. حامديني باناياتس عم يجرب يعمل الستيل ولكن بيرتكب الخطا. دقيقتين و15 ثانيه لهلا مارق من الكوارتر الثاني، هيدا الخطا الثالث على فريق أبروسي او الرابع كمان. بيتروفيتش عم يتحضر للدخول لارض الملعب، بيدخل بدلا من اندرياس سيسيبوليس. هلا اي خطا رح يرتكبوه الفريق الأبروسي رح يكلفهم تسديدتين على الفري ثرو لاين. أربعة عشر ثاني جديد والطابة out of bound. بستيد عن آرك على الثري بوينت. مصطفى ياسيني جرب حظه عن ارك الثري بوينتس ولكن ما قدر انه يسجل. جاك تايريك تسديده من تاسيتش ما بيقدر انه يسجل منها الريباوند لمصلحه بالخوجة الفاست بريك. زروالي بوصلها لمحمد حارس، ما كثير بسدد محمد حارس، هيدي لعبته المفضله مع الباك بورد، دائما بالبول ابس دائما بيعمل الموف الصعبه. اوت اوف باوند لمصلحه الفريق الجزائري. هيدي شوي ايقاع السكور وال يعني الطريقه اللي كانوا عم سجلوا فيها بالكوارتر الاول الفريقين شوي خفت لانه بالنهايه كمان صاروا عم ركزوا اكثر على الديفنس. ما بيسجل محمد تواتري، اطول اللاعبين على ارض الملعب. تايريك سريع، تايريك جرب يوصلها لعند تسج ولكن الفاست بريك مع محمد الحارث ولكن الترانزيشن ديفنس كانت سريعه جدا من جاك لاعب نمبر 44. على كل الاحوال تايم اوت، رح نسمع تعليمات المدربين. Quand on fait des bonnes défenses, quand on est en train de défendre en ce moment, c'est pas ça, il faut qu'elles arrivent, il faut que ce soit deux points. Maintenant, c'est pas grave. Hey, moi, shoot là, quand t'es ouvert, tout le monde est dans la raquette, quand la balle elle ressort, shoot-moi ça. Maintenant, à chaque fois, on va provoquer. And try to move, but at the same time, you catch when the ball, when the election takes the ball. عم نشوف هون بالاعاده اللقطات وخاصه لهلا بالكوارتر الثاني الفريق الأبرسي ما قدر يسجل غير ولا اي نقطه وما قدر يوقف الران اللي عملها الفريق الجزائري اللي هي 5-0 الان. طابة لمصلحة الفريق الجزائري. مان تو مان ديفنس بعده من نادي ايك بترولينا لارناكا.
فيصل بالخوجة في ووكينج تورن اوفر على فيصل بالخوجة. فرصة للفريق القبرصي هون. باتروفيتش حلو كثير حلو كثير. ووكينج اربع تورن اوفرز في اربعه منهم ووكينج، يعني غريب. ثلاث حكام اليوم على ارض الملعب، الحكم المصري هشام قطب، والبحريني عبد الكريم شكيب، والتونسي بلخام حمزه. الزروالي ما بسجل، الزروالي محمد حارس بالتقط الريباوند، ما عم يسجل. غريب من المرات الغريبة ما بسجل فيها محمد حارس من هيك وضعية. تاسيتش عم يجرب يلعب ويستفيد من المس ماتش بينه وبين مصطفى ياسيني، ولكن الخطأ بيكون لمصلحته لتاسيتش. لهلا الفريق القبرصي ما عم يلاقي الحلول، وايضا الفريق الجزائري الليفل بالكوارتر الثاني عم نحكي من ناحيه السكورينج نزل. خلينا نشوف شو راح تكون التعليمات من نيكولا ومن المدرب كيكوريس. On touche personne, donc les extérieurs ils ont pas de retard. Mo, quand tu montes ici, c'est pourquoi? C'est pour. Non, mais shoot, à un moment t'es complètement ouvert. Prends-moi la position de shoot là-dessus, Mo. So you go with the right, okay? To down from here. Okay. Fight for the bound. Hey, Facebook shot, Facebook shot. Facebook shot, take the rebound. You must take 4-5 rebounds. Facebook shot, nothing else. Okay, put down like this. فإذا انتهاء التايم اوت. انتهاء التايم اوت. جاك بيسجل، جاك بإيده الشمال. تورن اوفر على محمد كواتري. 6 تورن اوفر على الفريق الجزائري لهلا بالمباراة. شكر مرة جديدة الكوتش عامر شقير على الإحصاءات اليوم، وزميلنا حنا حيدر كمان، لأنه حنا بيركز كمان معنا بطريقة كثير منيحة. تايريك على السات اوفنس. فاست بريك لمصلحة الفريق الجزائري. لا بتتوقف ترانزيشن ديفنس كانت سريعة، ومحمد تواتري بيسجل، والاسيست لفيصل بالخوجة. 4 دقائق و14 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني. 26-25 لاعب رقم 11 كوميس ميخاليس. كوميس عم يتحضر للدخول لارض الملعب بدلا من بانايوتس. ٢٦-٢٥ تايريك بيسدد من نقطتين ما بيسجل. تايريك بالخوجة بالتقط الريباوند فيصل.
محمد تواتري. محمد حارس وبيسجل من نقطتين محمد حارس. نقطتين لمحمد حارس، 7 ريباوندز لمحمد حارس اوف ذا بنش مع 8 نقاط لمحمد حارس. فاذا 7 ريباوندز 8 بوينتس 29 24 تسديده عن ارك 3 بوينتس من تسيتش ما بيسجل الريباوند جديد. ثامن ريباوند بالجيم لمحمد حارس اوف ذا بنش وبيحصل على الخطا. هذا اللي كنت عم بحكيه عن اللاعب رقم 11، هو الليدر، هو المحرك، هو كل شيء. تبديل وتايم اوت للكوتش الأبرسي، هذا الثاني تايم اوت بهالكوارتر. الفريق الأبرسي بالكوارتر الثاني مسجل لهلا فقط نقطتين بس، وبعد في 3 دقائق و16 ثانية. خلينا نسمع التايم اوت. رام باك push, make it too far. I don't care. But we must fight. We must fight. And run our motion. Run our motion also. We start. We are slow. We don't run engine. Run our motion also. Our motion. Swing the ball. Il faut continuer à travailler. D'accord? Il faut continuer à travailler offensivement. C'est très bien. Écoutez-moi. Hey, soyez vraiment concentrés là-dessus. We focus on that. We still have one foul to give. On prend pas de panier facile, on prend pas de shoot avec la faute. Mais si on est dépassé sur les tags, bim. نشوفهم بالإعادة. محمد حارس اوف ذا بنش دائما فعال كثير، دائما بيعمل كل الشغل اوف ذا بنش هاللاعب. مع نيكولا عم نشوفه لاعب بديل. الفريق الأبرسي إذا بيتعرض للخسارة اليوم رح يكون ثاني خسارة على التوالي، وبالتالي رح يكون خارج المنافسة. يمكن الأولى ما بيسجل منها، الثاني بيسجل منها 30 24. والفريق الجزائري اليوم في حال فاز رح يخلط الأوراق، لأنه بصير فيه كمان اليوم نادي بيروت مثلا إذا بيربح اليوم ما دغري بيتأهل كمان، لأنه ممكن يكون في بعدين بوينت افريج. لهلا بكرة في مباراة ما بين الفريق اللبناني النادي الرياضي والفريق الأوكراني نادي شركاسي، رح يكون على صدارة المجموعة الأولى. بكرة هيدي المباراة الساعة 8:30. اللاعبين الرياضي الامريكيين الاثنين عم بيتابعوا هيدي المباراة، اللاعب كوينسي دوبي واللاعب كريس دانييلز على المدرجات، بينما على المنصة الرئيسية عم يتابع مدير الدورة ورئيس نادي الفداء صيدا الاستاذ نزار الرواس، ونائب رئيس الاتحاد العربي جودة شاكر. نزل فارق ل 35-25. محمد الحارس عم يجرب دائما يحصل على الاخطاء. فانايوتس بيلتقط الريباوند. تايريك عم يطلع الطابه. تايريك سريع. تايريك من نقطتين ما بيسجل اليوم. تايريك ما عم يقدر يكون سكورر مثل العاده. تايريك بالوقت يلي باسكت راح تنحسب. باسكت ان كاونتد لمحمد حارس، والاسيست لمحمد زروالي، الاسيست الاولى بالمباراه. بالريباوندز متفوقين الجزائريين 15-8، وبالاسيست ايضا 4-2. محمد حارث دبل فيجرز له ب 11 نقطة للاعب رقم 11، وممكن يصيروا 12 ما بيسجل. الطابة هون رح تنتقل لمصلحة الفريق الأبرسي. طلع الفارق إلى 7 نقاط، 3 من 7 على الفري ثرو لاين. مضيع كثير على الفري ثروز، يعني مضيع 4 كان فيكم ب 15 نقطة. أساسا هو أحسن سكورر بالجيم، هو دخل أوف ذا بنش اللاعب، يعني نفس المباراة السابقة مع هومنتمن.
بالمناسبة ربحوا منتنا بفارق 6 نقاط، والفريق الجزائري كان عم يلعب مباراة حلوة كثير، بس همتنا الفريق قوي كثير السنة أيضا كمان، يعني من المرشحين للاحتفاظ بلقبهم، بينما الرياض السنة كمان غير السنة الماضية، يعني عم نشوف تقليعة ممتازة للنادي الرياضي مع أحمد فران، مغايرة تماما عن تقليعتهم السنة الماضية مع سلوبودان سافوفيتش. محمد تواتري، اوه بلوك شوت من تايريك، اقصر لاعب على ارض الملعب، واللاعب المترين و15 الجزائري تعرض لبلوك شوت، ما انتبه يعني ما كان على الموجه زيتا جيبسون، ما بيقدر انه يسجل، وبرد بسرعه اللاعب رقم 10 الجزائري محمد تواتري، محمد حارس تحت الباسكت بيحصل على الخطا. القصه كلها بالفريق الجزائري هو محمد حارس، الموضوع كله عند محمد حارس، ما في شيء بينعمل الا عن طريق محمد حارس. بيكس عم يتحضر للدخول لارض الملعب، وبيدخل بيكس اول مره راح يشارك بالمباراه. باتروفيتش عم يتحضر للدخول لارض الملعب. هلا احلى شيء انه لما يقعدوا حد على التشينج انا عم بحكي عربي بيسمع اسمهم وبيبرموا، بس والله بيكونوا عم يقولوا شو عم يقول هيدا. اوت اوف باوند، 13 نقطة لمحمد حارس، 5 من 9 عن الفري ثرو لاين. دقيقة ونص لنهاية الكوارتر الثاني، تايريك لبانايوتس، بانايوتس لجيبسون، بيكس اشرع على اللاين، وبالتالي تورن اوفر. كم تورن اوفر صاروا عامر للفريق الأبرسي؟ 6 تورن اوفرز. تايم اوت جديدة، المدربين عم يطلبوا لهلا 2 ب2 تايم اوتس بالكوارتر الثاني، دقيقة و9 ثواني، خلينا نسمع تعليمات المدربين. لا 7 مينوت لا هي تريز امبورتون بور كون غارد لي كار، داكور؟ فوالا سكو جو دو. ici on va annoncer 5, on va enchaîner le main à main sur Abdallah. داكور؟ on enchaîne. 15-4 d'écran ici. داكور؟ La balle elle va descendre là. Derrière, on enchaîne. First trap here, second trap here, first trap here, second trap here. Under the midline. 2-1-2. Okay, 2-1-2. Good job. Match up your players. Match up your players. This guy will help. This guy will help. If there is no problem player, he will help. Okay, right. Right there. 1-2-3. The timeout. دقيقة و9 ثواني لهلا، يعني إذا بنطلع قديش مسجلين الفريق الأبرسي بهيدا الكوارتر، مسجلين فقط 5 نقاط، بينما الفريق الجزائري مسجل 16 نقطة، يعني أنا بتشكر كمان عامر شقير اليوم، كوتش عامر دوينج جريت جوب، عم تشتغل بطريقة ممتازة، و الرياضي بيخرجوا حتى الكوتشية الصغار بيخرجون منيح، وبكفي كبير المتخرجين هلا هو احمد فران، المدرب احمد فران. اوه حلوه كثير كانت ولكن عاليه، جمال روبنسون ما كان في جيبها هاي على ايام ما كان بالنادي الرياضي، لانه جمال كان جمب تبعه من اعلى الناس بنطوا، يمكن اجوا على الدوري اللبناني هو وكلفن وورنر بالوقت يلي بالخوجة، بوصلها لمحمد حارس. حلوة حلوة، حارس مثل العادة بده يحصل على الباسكت، ان كاونتد لمحمد حارس. الفريق الجزائري عم يعمل بيج جيم، 15 نقطة لمحمد حارس، فريق الجزائري اليوم عم يظهر بشكل مغاير تماما للمباراة الأولى لإله. 36-27 بيسجل عن الفري ثرو لاين محمد حارس،
بتروفيتش تسديد عن ارك الثري بوينتس من تايريك ما بتتسجل الريباوند لمصلحه عبد الله حامدين 10 نقاط الفارق اكبر فارق لهلا عم يقدر يعمله الفريق الجزائري ما شفنا الكوارتر الثاني مثل الكوارتر الاول شفناه ممتاز من ناحيه الفريق الجزائري منير بن زقاله بيرتكب تورن اوفر 8 تورن اوفرز على الفريق الجزائري 6 تورن اوفرز على الفريق القبرصي لهلا بالكوارتر الثاني 4 ثواني لنهايه الكوارتر عم يطلب من اندرياس سيسبولوس انه يدخل لارض الملعب لانه شوتر يعني الجارد بيقدر يشوت اندرياس خلينا نشوف كيف راح يكون الحل باتروفيتش لجيبسون باقي 3 ثواني جيبسون على الارك على 3 بوينتس وبيسجل على البزر على فكره حتى بالكوارتر الاول كان نهو الكوارتر ببزر بيتر الفريق القبرصي عن طريق بالالس على كل الاحوال بينتهي الكوارتر بفارق 7 نقاط لمصلحه الفريق الجزائري 37-30 رح اترككم مع اجمل اللقطات وبعض الاحصاءات قبل ما نرتاح من بعدها نرجع للكوارتر الثالث والرابع عودي نحن وياكم مشاهدي التلفزيون مستقبل عودي للرياضي عودي لبطولة حسام الدين الحريري الدولية بنسختها 27 لكرة السلة ملعب النادي الرياضي بالمنارة البطولة اللي بينظمها نادي الفداء الرياضي صيدا كنا عم نشوف احصاءات الكوارتر الاول والثاني بالوقت اللي الحكام بانتظارنا ابراهيم لنقلع الكوارتر اذا بتشلنا هاي عن الشاشة وبلش الشغل اوكي ابراهيم قديش شكرا يلا المخرج اوكي يلا نطلع الاحصاءات نحن وبدنا نبلش الكوارتر انت لقيت على الكوارتر الثالث واكيد الفريق القبرصي بده يجرب يرجع يفوت باجواء المباراه له الكوارتر الثالث ب 3 بوينت وعم بيقلعوا او له الكوارتر الثاني بتزيد عن 3 بوينت وهلا عم بلشوا هالكوارتر بتسديد وستيل كمان من جيبسون نيكولا اوه عم يصير في احتكاك بالملعب عم نشوف هون الفريق الجزائري خلينا نشوف هون شو صار دقاش اوه لا يا دقاش كان عم يجرب يشوط الكرة يسدد الكرة احتكاك خفيف ما بين اللاعبين على كل الأحوال الأمور ترجع بتهدى بالملعب الحكام بيرجعوا بيهدوا الأمور جيبسون عم بيحصل على الخطأ مثل بتنشيف ارض الملعب واشرف قطب او هشام قطب الحكم المصري عم يطلب من المدربين عم يطلب من
الحكم يلي عم يطلب من المدربين يحكوا مع لاعبينه، لانه هالمره قال انا ما اعطيت ديسكواليفاي، بس الحركه الثانيه راح يكون فيها ديسكواليفيكيشن بالوقت يلي نيكولا الحكم او المدرب الفرنسي لنادي المجمع البترولي الجزائري عم بيطلب من اللاعبين انه يروقوا شوي، ما يخلوا المباراه تفلت منهم. فاذا اكيد يعني هيك امور بتصير حلوه تحمى شوي، بس المشكل الجزائريين اذا فاتوا بمشكل يعني بتصير قصه كبيره. عم يطلبوا تمسيح ارض الملعب. محمد حارس يلا حمولنا اياها شوي، سمعونا شوية هيك. فاسيلس مدير الفريق القبرصي صديقي يعني عم بيبرم علي بيقول لي شو عم تقول بالعربي، نحن عم شفنا عم بضحك، كيف بدي افسر له حمولنا اياها شوي؟ بدنا مترجم اليوم، لازم نحكي مع اداره التلفزيون حطوا لنا مترجم الى جانبنا يحكي مع فاسيلس. اوت اوف باوند الطابه راح تكون لمصلحه المجمع البترولي الجزائري. المباراه الثانيه اليوم راح تجمع ما بين هومنتمن ونادي بيروت. بيروت يلي ظهروا بمستوى ممتاز بالمباراة الأولى. عبد السلام دقيش بيرتكب التيرن اوفر، أول تيرن اوفر عليه، والبوسيشن رح تنتقل لمصلحة فريق آيك. ما بتتسجل الطابة عن آيك، على 3 بوينتس من جيبسون. 37-33 الكوارتر الثالث. عبد السلام دقيش وجيبسون بيرتكب الخطأ الرابع على جيبسون، خطأ الرابع على جيبسون. هو وعبد السلام دقيش عم يكون في كثير احتكاكات بيناتهم. جيبسون يعني الكوتش كان تركه للاعب جيبسون على ارض الملعب وهو عنده ثلاث اخطاء، ارتكب الرابع وثلاث اخطاء على دافن سارسي اساسا من الكوارتر الاول. نسيب كوتش على البنش الوقت اللي اللاعب عبد الله بيسجل، لاعب رقم 7. فالاليس طابة لمصلحة بيكس يحصل على الخطأ أيضا. 39-33 مباراة حامية هيدي المباراة، مباراة أنا كنت متوقعة تكون هيك، بس اللي مستغرب فيه هو إنه الأبارسا عم يلعبوا طف كمان، بالعادي ما بيكونوا طف هالقد. أوت أوف باوند الطابة، أوت أوف باوند لمصلحة بالاليس والفريق القبرصي. باتروفيتش تحت الباسكت، باتروفيتش ما بيسجل. الريباوند الريباوند رقم 5 لعبد الله حمديني. منير بن زقالة البوينت جارد لتهامي غزول اللي دخل لارض الملعب. تهامي فايدا ويشات فاول، خطا صحيح. بيكس بيرتكب الخطا، خطا صحيح على فكره على بيكس، لانه اذا بنشوفها بالاعاده هون خطا الثاني على بيكس. شوفوا تهامي وعلى ايده، تهامي غزول رح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين، الاول بيسجل منها بيرجع الفارق لسبعة. تاني بيسجل منها ايضا 41-33. فالاليس هو عم يكون على البوزيشن 1 بول هاندلر الفريق لهلا. المدربين ما لعبوا زون على فكره بالجيم، بعدهم عم يلعبوا المان تو مان. فالاليس اوه حلو كثير اوبن شوت، ضيعانا جاك ما بيسجل. فالاليس سحب كل الديفنس لعنده خبره كثير كبيره عنده اياها اللاعب القبرصي، لاعب منتخب قبرص السابق. منير بن زقالة ايضا باس حلو كثير لعند تهامي غزول. هيدا اللي كنت عم اقوله انا عن تهامي غزول بالكوارتر الثاني، لاعب فعال بيج جاي مهم ودائما عنده طرق يقدر يحصل فيها على الاخطاء او يسجل. تهامي على الفري ثرو لاين
الأولى بسجل منها تهامي. تهامي غزول. ثلاثة من ثلاثة عن الفري ثرو لاين، أربعة من أربعة الفارق بيرجع بيطلع لعشرة. بيكس على السات أوفن. جاك وصلها لعند تيسيتش. فلالس تحت الباسكت لتسج، بيحصل على الخطأ تسج. كمان أول دقيقتين ونص الفريقين عاملين سبع أخطاء، دقيقتين ونص سبع أخطاء. هلأ أكثر حدا بيكون قاعد على أعصابه وشد أعصابه هو أستاذ نزار رويس على المنصة. أستاذ نزار اللي 27 سنة، أنا يعني بال 99 بلشت شوي شوي هيك، يعني كنت بلش بدورة حسام الحريري بالإحصاءات إلى جانب الزميل حسام زبيبو، وقبل ما نصير نعلي وقبل ما نصير نحكي وقبل ما نصير نشتغل، كل هيدا بلش بهيدي السنة. ومن شوي شوي ومن وقتها بعرف أستاذ نزار على أي ماتش بصير فيه شوية تنشن خلص بدل على أعصابه. بيتروفيتش، بيتروفيتش راح يدخل بدلا من بالالس، يدخل بدلا من بالالس. ومنير بن زغالة راح يكون على الفري ثرو لاين، تايريكو راح يكون البوينت جارد، البول هاندلر. على فكره يعني تايريك اول مباراه شفناه عمل 16 نقطه، دافن سارسي عمل 22 نقطه. اليوم دافن سارسي بعتقد كان تيرنينج بوينت بالكوارتر الاول لما ارتكب بثلاث اخطاء، عنده فاول ترابل وبعده برا. جاك فارق طلع ل 12 نقطه للفريق الجزائري، عم يلعبوا بطريقه ممتازه اليوم الفريق الجزائري. بيتروفيتش لتايريك، تايريك لباتروفيتش عن ارك، ال 3 بوينت بيسجل. تايريك بيلعب الاسيست والفاست بريك، اوه حلو كثير الباس بكل الملعب، رائع جدا هالباس من منير بن زغالة. والوقت اللي باتروفيتش كان عم يسجل ثاني 3 بوينت له، على الرغم من تقدم الفريق الجزائري بس لهلا هن حاطين وحده من اربعه عن ارك ل 3 بوينت مقابل سبعه من 11 للفريق القبرصي. حنا اذا بتفرجينا الاحصاءات اكزاكتلي لا مش هيدي هي. عبد السلام دقيش عن الفري ثرو لاين، الاولى بيسجل منها. خمسه من خمسه عن الفري ثرو لاين. لهلا الفريق الجزائري 21 مره وقفوا على الفري ثرو لاين، سجلوا هلا حاليا 18 من 22، بالمقابل الفريق القبرصي 3 من 4 عن الفري ثرو لاين، واقفين بس اربع مرات على الفري ثرو لاين. هون بنعرف قديش عم بتكون الانسايد جيم هي الاكثر استعمالا، وكمان عم يحصلوا على الفاست بريك دائما ويحصلوا من الفاست بريك على الاخطاء. تسيتش عم يشارع الحكم البحريني عبد الكريم شكيب. على كل الاحوال رح نروح للتايم اوت قبل 6 دقائق و39 ثانيه على نهايه الكوارتر الثالث. We need more help from the big men, so we have to rotate more of the big side. Plus on mettra le pick and roll haut, moins on aura cette passe. Aussi, c'est très bien, quand on est en retard à l'opposé, on laisse pas les shoots, on les force à driver et on ramène d'autres aides. D'accord? C'est très bien les gars. Hey, on continue toujours à amener la même intensité défensive.
Ce que vous faites après rebond défensif de chercher Mo, c'est bien. Et on actionne derrière et on court. C'est très bien les gars, on continue, très bien. الكهرباء مرة جديدة، ما بعرف شو قصة الكهرباء اليوم، ما بعرف شو قصة الكهرباء. على كل الأحوال عم تقطع مرة جديدة بملعب النادي الرياضي، هيدي تاني مرة اليوم عم تفصل الكهرباء. نحن الأوبي بعده شغال، ما فينا نقول شيء يعني. الكهرباء بلبنان آخ من الكهرباء آخ. نحن شغالين هلا على المولد، على الموتور مش على كهرباء الدولة. نورك كفاية استاذ ابراهيم مكداش المخرج، ما ضروري نضوي حبيبي. طايريك ترجع بتكمل هلا. الحلو كمان بالكهرباء هلا ضلنا بس الحلو باليد الرياضي انه ايام زمان كان في اللمبات يلي سيستمهم بده ربع ساعة ليحمى لانه كانت الكشافات كبار، وكنا ننطر ربع ساعة تلت ساعة لنحمى ليحموا. هلا لا خلص دقيقتين هيدول الدغري، ما في دقيقتين، عشر ثانيتين قصدي دغري. ساسج ما بيسجل الريباوند لتهامي غزول، مسيطر على الاجواء تهامي غزول. عبد السليم دقاش، حسين غانم لتهامي غزول على البوست مع تسج. تهامي غزول بيعمل موف حلو كثير ما بيسجل منها. بيكس بالتوت على الريباوند، رجعنا على دفاع المان تو مان. تايريك بيلعب اللعب تسج على البوست، تسج بيحصل على الخطا وراح تكون الطابه اوت اوف باوند. بالوقت يلي دافن سارسي بعده على البنش. الصربة الخطأ الثالث على تهامي غزول، ثلاث أخطاء على تهامي غزول. خمس دقائق وخمسين ثانية، أوت أوف باوند الطابة لمصلحة نادي آيك بترولينا لارنكا باللباس الأبيض اليوم، اليوم المجمع البترولي الجزائري. أساسا هن ضدهم أنتمن بالكوارتر الثالث، قلعوا الفريق الجزائري واخذوا نفس بالكوارتر الثالث. شلون كيف قدروا يعملوا كامباك على الهومنتمن ويضايقوهم باخر دقيقتين. اليوم هومنتمن رح يلعب ضد نادي بيروت الساعة 8:30. بيكس من ثلاث نقط ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ للاعب عبد الله حامديني. ترانزيشن ديفنس كانت سريعة من الفريق القبرصي. حسين غانم بيلعبوا مع تهامي الانسايد جيم مرة جديدة، اساسا ما عم ياخذوا اتمتس عن ارك 3 بوينت. تهامي منير بن زقالة بيخترق، بن زقالة بوصلها للتهامي، هو بياخذ الاوبن شوت ما بيسجل منها التهامي غزول. تسج تسج ترانزيشن ديفنس ايضا كانت سريعه كثير. تايريك عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. بوسيشن رح تكون لمصلحه الفريق، لمصلحه الفريق القبرصي. اوت اوف باوند تايريك جاك لباتروفيتش. جديده من بيكس من نقطتين ما بسجل منها. الريباوند لمين رح يكون؟ لتسج بيبقى محافظ على الكنترول. تايريك مش لوقت كثير كبير لانه منير بن زقالة بيعمل الستيل، وفي خطأ على تايريك رح يكون عنده تسديدتين منير بن زقالة. هيدا الكوارتر كتير أخطاء، رح يكون عنده تسديدتين منير بن زقالة. ومنيح اللي بلشنا الكوارتر بكير. واحدة وعشرين فاول ارتكبوا الفريق القبرصي لهلا،
مقابل 12 خطأ على الفريق الجزائري. تسعتاشر فري ثرو من 23 فري ثرو، 20 من 24، نسبة عالية جدا، يعني نسبة فوق ال 85%، وأكبر فارق لهلا بالمباراة بيوصل ل 13 نقطة. بيكس فلالس دار تسج، اوه تورن اوفر على تسج، تورن اوفر جديد على تسج، وتبديل عم يتحضر اندرياس سيسابوليس للدخول لارض الملعب، بالوقت اللي منير بن زقاله لحسين غانم مان تو مان ديفنس بعده عم بيتابع فيه الكوتش الابرسي. اوه حلو كثير الموف، حلو كثير النقطة الثامنة لعبد الله، فرق بيطلع على 15 نقطة بالوقت يلي بيتروفيتش، على الرغم من انه الفريق الجزائري بيلعب كثير تف بس ما عم يرتكب كثير اخطاء، تسج بيقدر انه يسجل، باسكت كاونتد، اوف بول كان الفاول على محل ما فيه الطابة، خلينا نشوف خطأ كاونتد كاونتد، لا عمل كاونتد بس الطابة اوف بول، وبالتالي عندهم خمس اخطاء رح يسح لهم تسديدتين. شوفوا الخطأ وين هلا مشاهدينا، هلا رح نشوف، شوفوا بيكس وعبد الله، هون الفاول صار، شفتوه يعني بيكس وعبد الله الاحتكاك كان صار على الميل الثاني، بيكس بيقدر انه يسجل عن الفري ثرو لاين. مباراة حلوة كثير على فكرة بين الفريقين، 39-51، مستوى عالي من الفريق الجزائري. اثنين من اثنين لبيكس عن الفري ثرو لاين. راس بكل الملعب من الفريق الأبرسي، تسديدة عن ارك 3 بوينت ما بتتسجل من حسين غانم. بهالوقت فلالس عن ارك ال 3 بوينتس ما بيسجل، عبد الله بيلتقط الريباوند، وغانم حسين على الاوفنس بيروقوا الملعب. الفريق الجزائري اليوم غير فريق كليا عن اللي لعب ضدهم انتمن، غير فريق بالمره، 51-40 51-40 غير فريق تماما، يعني الكل لبنان ومره جديد الكهرباء. قلت لهم للأبارسة ويلكم تو ليبانون حتى يعرفوا. على كل الأحوال دخلينا نشوف شو اللي رح يصير هون، يلا يلا نشوف شو الخبرية اللي عم بتصير بالكهرباء. طابي اوت اوف باوند، شو بيصير اذا الواحد طالع ليعمل دنك وصار فاول وقطعت الكهرباء والحكم ما شافها؟ اوت اوف باوند او نقط تسديدتين على الفري ثرو لاين رح يكون فيه. عبد الله رح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. عبد الله حامديني بيسجل على الفري ثرو لاين. 52-40 تسع نقاط لعبد الله. عبد الله حامديني بيسجل كمان عن الفري ثرو لاين.
لهلا افضل سكورر بالجيم هو محمد حارث معه 16 نقطة. محمد حارث معه 16 نقطة مع 8 ريباوندز. والوقت يلي جاك وصلها لبيكس مرة جديدة عن ارك قال 3 بوينتس ما بسجل بيكس. بعد الكوتش الابرسي كوكوريس ما عم بيستعين بدافن سارسي. اندرياس سابوليس لبالالاس لتسيتش وبيسجل تسيتش بينزل فرق ل 11 نقطة 53-48. منير بن زقالة بوصلها لعبد الله حمديني. ديفنس ممتاز من الفريق الابرسي بهاللحظات. بالالس لتسيتش اوه ان سبورتسمان لايك فاول ولا نشوف الحكم شو احتسب. خلينا نشوف الحكم تسديدتين. هلا هي طلع الصوت قوي بالخبطه ولكن الخطا يعني كان خطا ليوقف الطابه. وهون عم نشوف عبد السلام دقيش عم يعتذر من اللاعب تيسيتش بالاعاده. شفناها هون بالوقت اللي فيه تايم اوت لنيكولا المدرب الفرنسي للمجمع البترولي الجزائري. On a Abdeslam, on a Faisal, on a Mohamed ici, et Abdallah tu te mets là. Ici on donne, vous pouvez fixer un peu, d'accord? Là, ici, don't cross that line, okay? Just stay behind the ball, d'accord? Moi je lui demande, il reste toujours derrière le ballon. Ce côté-là, d'accord, pour libérer cet espace. Et après, si la balle elle part et tout, on peut jouer les contre-attaques, on joue les contre-attaques vite. Sinon, on revient sur Mohamed et on continue à travailler. On est d'accord. Allez, on y va, les gars. Allez, allez. دقيقتين و22 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث من هالمباراة. فارق 11 نقطة لمصلحة الفريق الجزائري المجمع البترولي الجزائري. تسيتش على الفري ثرو لاين 7 من 14 عن ارك 3 بوينتس 5 من 6 عن الفري ثرو لاين للفريق الجزائري. تسيتش عم بيسجل نقطته الثامنة بالمفارقة ولا أي لاعب من الأبارسا والفريق آيك بترولينا لرنكا طالع عن 8 نقاط. هيدا تسيتش عم يسجل من النقطة التاسعة. مرة جديدة بريشر. عبد السلام دقيش دخل دافن سارسي أوه تسيتش بيعمل بلوك شوت حلو كثير وأن سبورتسمان لايك فاول. ان سبورتسمان لايك فاول على بالخوجا والفريق الابرسي عم يرجع يعمل كومباك عم يرجع يفوت بقوه. هون اذا سجلوا اثنين فري ثرو وراحوا اخذوا بوسيشن من نص الملعب. بنشوف هون تسيتش بايده الشمال بطريقه حلوه عم يعمل بلوك شوت بالوقت يلي هيدي المباراه عم تكون بمستوى جيد جدا. واكيد يعني الشيء الطبيعي هو انه نبلش نشوف تدرج بالمستوى. جاك رح يكون عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين يسجل الاولى. نشوف اذا رح ينزل الفارق اكثر كمان. جاك ما بسجل الثاني اوت اوف باوند رح يكون لمصلحه الفريق الابرسي. وعلى العلم هن عندهم نسبه عاليه عن الفري ثرو لاين يعني هي اول وحده بضيعوها. 8 من 9 على الفري ثرو لاين. اندرياس دخل دافن سارسي لارض الملعب اللاعب رقم واحد. بالالس اوبن شوت لجاك اوه رجعوا للجيم الفريق الابرسي سكر وفارق ليوصل لخمس نقاط. فارق وصل ل 13 نقطة. تسيتش كمان في خطأ على محمد حارس تسديدتين لتسيتش عن الفري ثرو لاين. خطأ على محمد حارس هيكون تسيتش عنده تسديدتين عن الفري ثرو لاين. اذا قدر يسجل تسيتش هون رح ينزل فارق لثلاثة
المدرب الفرنسي نيكولا لهلا بعد ما طلب التايم اوت، المفترض هون انه يقدر يهدئ الكامباك الأبروسيه. بعتقد هيدا الجيم رح تكون من الاطول، يعني الكوارتر الثالث له حوالي ما يقارب على قد نص ساعه، يعني 10 دقائق له من الساعه. 16 خطا، 16 فاول بهيدا الكوارتر. 49-53 براشر مرة جديدة، فارق نزل لثلاث نقاط، عم بيلعبوا البريس الفريق الأبرسي. اوه تورن اوفر على محمد حارس، فرصة للفريق الأبرسي ينزل الفارق أكثر ويمكن يعدل الأرقام. أندرياس عادة بيشوط، أندرياس عملوا أربعة تورن اوفر بالكوارتر الثالث الفريق الجزائري. بالالس ولا دافن سارسي، دافن سارسي جاك اوبن شوت، سكر فارق ال 13 نقطة، الأرقام عم تتعادل 53-53. جاك بيسجل ثاني 3 بوينت لإله بالوقت يلي الدقاش بيحصل على الخطأ. عبد السلام دقيش رح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين، بركي بيقدر يكسر بس مش حيلا خطا، حصل على خطا من دافن سارسي، الخطا الرابع على دافن سارسي، ولكن الكوتش ما بده يطلعه بلا طلعه لدافن سارسي. بيكس عم ينزل بدلا منه، وبانايوتس بينزل بدلا من تيسيتش، بده يكسب منه لتيسيتش انه يريحه 59 ثانيه، يعني لانه كل دقيقه هون عم تاخذها شي 3 دقائق، بيرتاحون مع دقيقتين البريك بفوت فريش على الملعب. عبد السلام دقيش بيرجع بيعطي التقدم للمجمع البترولي الجزائري، و 8 من 8 عند الفري ثرو لاين لعبد السلام دقيش، دبل فيجرز بالنقاط، نقطته ال 10 55-53، بيرجع الفرق نقطتين لمصلحة الجزائر، المجمع البترولي الجزائري. بالالس محمد حارس بيرتكب خطأ واضح على بالالس، خطأ على محمد حارس الخطأ الثاني على أفضل سكورر بالجيم لهلا ب 16 نقطة محمد حارس. اوت اوف باوند لبالالس، تورن اوفر على بالالس مش بوقته. منير بن زقالة على الفاست بريك بالخوجة لمنير بن زقالة، ترانزيشن ديفنس كانت سريعة من الفريق الأبرسي. 33 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث، منير بن زقالة عن ارك الثري بوينت، حلو حلو على الكوارتر الأولى بالجيم لمنير بن زقالة، 58-54 اخر 20 ثانيه للكوارتر الثالث. هلا حيقدر الفريق الأبرسي كمان ينهي هالكوارتر بتسديده ناجحه عن ارك 3 بوينتس مثل ما انهى اول وثاني كوارتر. جاك وفانا عم يستعرض اللاعب الأبرسي محمد حارس، بيسجل محمد حارس، بيرجع بيطلع الفارق لسته. شو هالكوارتر الحلو ما بين المجمع البترول الجزائري وايك بترولينا لارنكا. رح نروح لبريك قبل ما نرجع لاخر كوارتر من هالجيم. من مباراة المجمع البترولي الجزائري و نادي ايك بترولينا لارنكا الكوارتر الثالث يلي خلص 24-23 لمصلحة الفريق الجزائري، كان نسبة التهديف فيه عالية. ف
طابي هون راح تكون اوت اوف باوند لمصلحه الفريق الابرسي. خطا الرابع على اللاعب رقم 9 عبد السلام دقيش. بده ينتبه عبد السلام دقيش. هون احتكاك ما بين البنش الجزائري والبنش الابرسي. الكوتش الفرنسي عم يطلب من اللاعبين الابارسا والمدربين ما يحكوا مع لعيبته. على كل الاحوال يعني في كثير خشونه بالملعب، في خشونه بالملعب، ولكن اوت اوف باوند طابه لمصلحه الفريق الابرسي. تايريك بده يدخل على الباسكت، تايريك وبيحصل على الخطا. بجرب هلا يلعبها كلها على عاتقه يمكن البوينت جارد. فيها كثير احتكاك هيدي الجيم، مباراة منا سهله ابدا. الخطا الثالث على اللاعب عبد الله حمديني. اذا بنطلع على الاخطاء، يعني اذا بدنا نجمع قديش عاملين الفريقين اخطاء، ماشي بيقطع اول نص دقيقه هلا الفريق الجزائري ارتكبوا خطأين. 19 خطا ارتكب الفريق الجزائري لهلا، بمقابل الفريق الابرسي ارتكب 24 فاول. بس الفريق الجزائري بيرتكبوا اخطاء قاسيه مش خطا عادي. بالخوجة فيصل لمحمد حرات لاعب رقم 11 يلي كان محترف بقطر. محمد بيحصل على الخطأ من بانايوتس. مترين واثنين محمد، الفارق 4 نقاط لمصلحة الفريق الجزائري. محمد حرات على البوست. تحياتنا للكوتش قصي حاتم المدرب العراقي صاحب الأخلاق العالية والمهنية الممتازة، اللي كمان استلم مهمة تدريب منتخب قطر لكرة السلة. مدرب من الطراز العالي سبق له، ودرب النادي الرياضي بيروت حتى ومنتخب لبنان، قدر يربح على فرنسا ببطولة العالم قصي حاتم. وقتها استلم المهمة بطريقة دراماتيكية. الخطأ الثالث على بانايوتس بالوقت اللي محمد حرات على الفري ثرو لاين. بيسجل الأولي محمد حرات، 7 من 11 عن الفري ثرو لاين، من الأكثر لاعبين اللي مروحين طابات عن الفري ثرو لاين اليوم بالفريق الجزائري. تايريك مطلع الطابة، هو فارق 5 نقاط، بجرب يلاقي الحل. تايريك من نقطتين بيسجل. كنت عم قلكم يعني بلش يلاقي الحلول الشخصية. على فكرة يعني حتى اللاعبين الأجانب لما يلعبوا بأوروبا قليل ما تشوف لاعب مثل اللاعبين اللي بيجوا لعنا على لبنان. هول اللاعبين بيلعبوا بالفلبين، بيلعبوا بالصين، بيلعبوا بدوريات بعيدة عن البطولات الأوروبية. هيدا اللاعب اللي بيعمل كل شيء، اللي بياخذ الطابة وبده يشوت عن الثري بوينت وبده يعمل بنتريشن وبده يعمل الدنك. هول ما بتشوفوهم بأوروبا على فكرة، يعني اللي بتابع مباريات الدوريات الأوروبية بشوف إنه بيكونوا اللاعبين الأجانب رول بلايرز. بالوقت يلي تيسيتش عم بيسجل عن آرك الثري بوينتس، 61-61 يعني الفول كورت بريس. والخطأ من جاك، الخطأ الرابع على جاك، 4 أخطاء على جاك. تف صارت الجيم. سامينا المخرج إبراهيم مكداش بدك تبلش تحضر حالك مع جماعة الأخبار، تشوف قديش بدك تضحش كم دقيقة لأنه مباراة كلوز. هلا حاليا اي خطا على الفريق الابرسي راح يكون في تسديدتين للفريق الجزائري. تورنوفر ووكينج. خطا المشي بالكره على تايريك، خطا المشي بالكره على تايريك، والطابه راح تكون
لمصلحة هون. خلينا نشوف بيدروفيتش عم يدخل على الملعب بدلا من جاك. اوت اوف باوند لمصلحة الفريق لمصلحة الفريق الجزائري. محمد حرات بده يجرب يلاقي الحل. تورن اوفر جديدة على محمد حرات. بيتروفيتش بيلتقط الطابة. الريباوند لمين راح يكون؟ لمحمد حرات. فرصة كانت للفريق القبرصي مرة جديدة. محمد حرات صار قريب من الدبل دبل. اليوم إذا عم نطلع على أرقامه لمحمد حرات 19 نقطة 9 ريباوند أوف ذا بنش. منير بن زقالة. بانايوتس في تورن اوفر بالوقت اللي تايريك طالع على الفاست بريك بوصلها لبانايوتس وبيقدر انه يسجل بانايوتس وعم بيتقدم الفريق القبرصي للمره الاولى. وفي ان سبورتسمان لايك فاول على تسج. خطا الثالث على تسج 63-61 الطابة رح تكون تسديدتين على الفري ثرو لاين. الفريق الجزائري وصلوا الفارق ل 13 نقطة 13 نقطة وحاليا عم نشوف بالإعادة. هلا رح يكون في ان سبورتسمان لايك فاول. ما بيسجل. على كل الاحوال هلا كل دقيقة رح يكون فيها تنشن أكثر من الثانية. بالخوجة فيصل تورن اوفر على فيصل بالخوجة. أندرياس بيعمل الستيل وتورن اوفر ثاني على التوالي على الفريق الجزائري. اندرياس عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمصلحه عبد الله حامديني. 8 ريباوندز لعبد الله حامديني. وفي خطا على بانايوتس. الخطا الرابع على بانايوتس. خطا الرابع على بانايوتس 63-61 الفريق الجزائري. ما بعرف كيف رجع خسر الفوكس تبعه على الجيم. يعني بطل في كونسنتريشن بالمره. ضاع الكونسنتريشن. غريب كيف بيقدر 13 نقطه. ولكن الابس اند داونز اللي عم يصيروا خلال المباراه الطلعات والنزلات شيء طبيعي بتاني جيم لالن بالسيزن. ترجع بتتعدى الارقام 63-63. عبد الله حمديني عم يسجل نقطته ال 12 مع 8 ريباوند. 24 ريباوند للفريق الجزائري. 15 ريباوند للفريق القبرصي. اندرياس لبانايوتس عن ارك ال 3 بوينتس. اوه 11 من 19 عن ارك ال 3 بوينتس. عامر شقر قديش صاروا شايطين الجزائريه. 2 من 5 بالوقت يلي في هون كمان تورن اوفر. والجزائرية لهلا 2 من 5 عن ارك ال 3 بوينتس. تورن اوفر جديد على الفريق الجزائري. بالكوارتر الرابع لهلا بحوالي 4 دقائق مرتكبين 3 تورن اوفرز وهيدا شيء عالي يعني بالماني تايم. هلا بالكوارتر الرابع بريشر كثير كبير عم بيكون وضغط من الفريق الجزائري. ضغط عليهم لانه هن فلتوا الجيم من ايدهم لهلا. امبارح يعني كانت مباراة نادي سرية رام الله ونادي شركاسي الاوكراني. تسيتش ما بيسجل. هو بيرجع بلتقط الاوفنسيف ريباوند وبيعمل ستيل الفريق الجزائري. وعبد الله حامديني بيبقى محافظ على طابته. عبد الله حامديني لمصطفي ياسين تسديده لفيصل بالخوجه.
عم يتسرعوا كثير الفريق الجزائري، عم بيتسرعوا بالوقت يلي تسيتش عم يلتقط الريباوند السابع لإله. تسيتش عم يلتقط الريباوند السابع لإله. تايريك لبانايوتس، وبانايوتس بيسجل من تحت الباسكت، والفارق الأكبر للفريق القبرصي لهلا هو الخمس نقاط. وصل الفارق 13 نقطة للفريق الجزائري، حاليا خمس نقاط للفريق القبرصي. تهامي غزول لفيصل بالخوجة، فيصل بيجرب يلاقي الحل، فيصل بتبرم وبتطلع، وتسيتش بلتقط الريبان. تيرنينج بوينت للفريق القبرصي كان تسيتش على فكرة بالبلقشط يلي عمله بالكوارتر الثالث، وهو كان التيرنينج بوينت. من بعدها بلش الكامباك. 13 نقطة المدرب الفرنسي نيكولا. لا تندهي، ما في حدا بالتايم اوت يمكن ما معه خبر انه راح ل 13 نقطة، مش موجود. مفكر هلا ابعث له واتساب خبره انه في 13 نقطة راحوا من عندك وعندك 2 تايم اوت. على كل الاحوال تبديل مان تو مان ديفنس، وعلى اكيد يعني الغريب انه ما استعملوا ابدا دفاع الزون. دافن سارسي يدخل لارض الملعب الفريق القبرصي، بده يلعب بزكا هلا تايريك، بده يبلش يلعب بزكا. 68 63 تايريك بده يلعب الثواني للاخر كلهم، ما بده يعطي تشانس. اندرياس ما بيسجل الريباوند لعبد الله حمديني، 9 ريباوندز لعبد الله حمديني بالوقت يلي مصطفى ياسين على السيت اوفنس. عبد الله حمديني بيكمل على الباسكت، باسكت كانتد، باسكت ان لعبد الله حمديني، ودافن سارسي بيرتكب الخطا الخامس. يا حرام على دافن سارسي، اول دخوله دائما شمعة على طوله، فاول على طوله. يعطيهم العافيه على فكره حكام المباراه لهلا دايرينها بشكل ممتاز، الحكم المصري هشام قطب والبحريني عبد الكريم شكيب والتونسي بلخام حمزه. ومباراه كلها صفير وكلها يعني الكريسماس تري هون مبلشة على بكير، بعد بكير لعيد الميلاد يعني، بس مولعه هون بالرياضه من هلا عيد ميلاد. عبد الله حمديني بده ريباوند واحد ليفوت بالدبل دبل، وكمان محمد حرات اللاعب رقم 11 اللي عنده 19 نقطة 9 ريباوند. فرصة هون للاعب عبد الله حمديني ينزل الفارق لنقطتين، ونجح بهالشيء عبد الله حمديني. دخلنا آخر أربع دقايق من هالكوارتر، 5 من 5 عند الفري ثرو لاين لعبد الله حمديني. دخلنا اخر اربع دقائق، الفارق نقطتين 66 68. تسيتش بده يسدد عن ارك على 3 بوينتس، اوه نسبه عاليه كثير عن ارك ل 3 بوينتس للفريق القبرصي. تسيتش 3 من 3، اللاعب رقم 12 دانييلو تسيتش بيرجع بيطلع الفارق لخمسه بالوقت يلي زروالي ما بيسجل. عبد الله حمديني جرب يعمل الاوفنسيف ريباوند، والطابة بالنهاية لعند جيبسون لتايريك. الكوتش القبرصي كوكوريس عم يطلب من تايريك انه يروق يلعب للاخر، ما يتسرع تايريك ابدا. 3 دقايق و7 ثواني هيدي المباراة بعد فيها حكي كثير. تايريك شو راح يكون الحل؟ تايريك اوبن شوت لباتروفيتش ما بيسجل منها الريباوند، لمين راح تكون الطابة؟ طابة لمصلحة الفريق القبرصي، وباتروفيتش عمل سيف للكرة، أو بانايوتس اللي عمل سيف للكرة بشكل كتير ذكي. محمد زروالي بيطلع من الملعب، بيرجع بيدخل بدلا منه منير بن زكالة. كل أحوال هيدي المباراة يعني ما عم ينفهم لها، بعد فيها كتير حكي، بعد في دقيقتين و55 ثانية. باتروفيتش مان تو مان ديفنس، ما مستحيل يتغير الدفاع اصلا. الكوتش الجزائري نيكولا اذا لعب زون ما راح يكون منيحه له، لانه الفريق القبرصي عنده نسبه كثير عاليه عن الثري بوينتس، وانتهاء ال 24 ال 14 ثانيه، والديفنس عم بيكون جيد جدا هون. تورن اوفر على الفريق القبرصي،
ثالث تورن اوفر بالكوارتر الرابع والتايم اوت للكوتش كوكوريس ديماتريس. انا شفت تشينج ما بعرف كيف اعطوه تايم اوت احتسب. On a deux shooters dans les ailes, ok? Donc travaillez sur les cascades d'écran. Abdallah et puis Kwame, vous devez devoir tout ça parce que good because on five you have two shooters. Attendez une minute pour que les points soient posés. No et aussi si vous êtes ouvert sur une cascade d'écran, prenez ça. D'accord? Après on travaille jusqu'au bout. Si on n'a pas pu terminer, de ça, je pique le repos. Panayotis, and the three-point shot, Kenneth. Turning point. They come on, but the fallo. هذا يقول لي شو حكي بالقبرص دخيلكم ها. إحنا لبناني وعربي وأنجا مقلعين. نحكي قبرصي؟ لا 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 ما ماشي. يلا. آخر دقيقتين وثمانية وثلاثين ثانية. مصطفى ياسيني صاروا اثنين بوينت جاردز على الملعب بيقدروا يمشوا الطابه للفريق الجزائري. حسين عن ارك على 3 بوينتس ما بيسجل. عم يتسرعوا بتسديداتهم الفريق الجزائري عم يتسرعوا بتسديداتهم. جيبسون لباتروفيتش بانايوتس بانايوتس عم بيسجل بموف حلو كتير. بانايوتس عم بيعلي الفارق. دخلنا اخر دقيقتين نقطة العشرة لبانايوتس بيطلع الفارق لسبع نقاط تحت الباسكت وبيقدر انه يسجل عبد الله حامديني بيرجع بيخلي الفريق الجزائري باجواء المباراة. نقطة ال 17 لعبد الله حامديني 17 نقطة. الخطأ الثاني على بيتروفيتش. عبد الله حامديني ما بيسجل اول وحدة عم يضيعها. عبد الله حامديني اول وحدة خمسة من ستة الفارق خمسة. جمهورهم انت من بلش يوصل على الملعب من هلأ لمؤازرة فريقه بمباراته ضد نادي بيروت الساعة 8:30 مباشرة بعد نشرة الأخبار. بانايوتس ما بيسجل الريباوند لتوهاني غازول. إذا سجل هون الفريق الجزائري رح يكون الحكي أكبر بالمباراة. حسين توهاني غازول من نقطتين ما بيسجل. توهاني غازول الريباوند لباتروفيتش. الفريق القبرصي الكوتش عم يطلب السبيسينج للاعب جاك عم بيقول لهم اعملوا سبيس سينج لإله خلوا له مساحات. شوفوا كيف عم يفتحوا الملعب. جاك لتسج تسج من نقطتين الجيم شوت هاي 19 نقطة لتسج. تهامي غزول الفريق الجزائري هن روحوا المباراة من ايدهم. تهامي غزول وفي هو الحكم هو وقف الطابة لأنه اللاعب منير بن زقالة فلت حذائه. منير بن زقالة على كل الأحوال آيس ووتش بست سكورر رح يكون فورا فور انتهاء المباراة. مباراة عم لهلا تاسيتش دانييلو من الفريق القبرصي ب 19 نقطة. خمسة وسبعين ثمانة وستين آيس ووتش بست سكورر فور انتهاء هيدا المباراة. توهامي غزول توهامي ما بيسجل الريباوند لعبد الله حامديني وستة وثلاثين ثانية دبل دبل لعبد الله حامديني
17-10. جمهور هومنتمن الهيئة اليوم راح يكون بأعداد كبيرة بالملعب. جاك عم يقول تعرض لخطأ قاسي. عبد الله حمديني راح يكون على الفري ثرو لاين. الكوتش عم يطلب اذا سجل الفري ثرو بده تايم اوت. عم يطلب الحكم نزل له الدم لجاك. انكسر سنه مسكين. كسر عم تفتش على سنك. الكوتش عم بيقول له هلا انا عم بفهم بالاشاره بده يلاقي سنه. وين بدك تلاقيه بالنادي الرياضي؟ انا على فكره شايفه من هون تحت اللاين الابيض. تهامي غزول. عبد الله حامديني. عبد الله حامديني بيسجل. عبد الله حامديني المدرب عم يطلب تايم اوت. سبعين خمسة وسبعين. سنين على الملعب كانوا مسن واحد. واكيد شفنا الكوتش كيف حملهم وكنا عم نقول انه نزلوا السنين على الملعب. هون اكيد رح تكون كويك فاول بسرعة رح يعملوا الخطأ لحتى يوقفوا الساعة الفريق الجزائري. الفارق اربعة 71-75 وبعد تو فاولز ليقدروا يشوتوا الفريق الخطأ الرابع على مصطفاي. هلا اي خطأ رح يحصلوا على الخطأ. جيبسون رح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. اذا سجل جيبسون رح ينهي المباراة بشكل كتير كبير. خلينا نشوف شو اللي رح يصير. يعني بسرعة رح اطلب من الشباب يجهزوا بانول ايس واتش لدغري يسلموا. جيبسون عن الفري ثرو لاين 76-75 23 ثانية. لمين رح تكون هالتسديدة بالنهاية؟ عبد الله حامديني. حامديني ما بيسجل الريباوند لجيبسون. المباراة عم تنفذ انفاسها الأخيرة 76-71. شو هالجيم للفريق القبرصي. يعني هارد لك للفريق الجزائري. روحوا فارق 13 نقطة. كومباك ممتازة لايك بترولينا لارناكا. رجعوا من محل كتير بعيد على الماتش.
وديفنس كان ممتاز والفول كورت براس يلي عملوه الفريق الأبرس كان ممتاز بالوقت يلي الفريق الجزائري كمان سرعوا بشوطين. بالهاف الثاني الفريق الجزائري عامل 10 تورنوفرز. خلص المباراة عم تنتهي بفوز الفريق الأبرسي على الفريق الجزائري وبنتيجة 78-71. فإذا مشاهدينا لهون نوصل لختام المباراة. شكرا لكم، شكرا لكل اللي تابعونا، وإلى اللقاء.